ما تبينوش بقى خليك زعيب بقى ما تبانش له عارف دي علبة توابل ودي ركنة فيها رف دوار زي ما انتم شايفين كده ودي سلة حط فيها اي حاجة عشان ما تبصش وهنا مكان التلاجة والفريزر دي حاجة اسمها أكريليك اللون بتاعه زي ما انتم شايفين كده ميتاليك والرخام اسود جلاكسي وهنا عاملين له بوتاجاز بلت ام مع الرخامة من فوق ده للشفاط